جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول عن نفسها: إنني أصبت بالوسواس منذ فترة، حيث أنني أصبحت أشك في الأمور التي هي من اليقين مثل الأمور الغيبية، وأنا لا أعلم لماذا أصبت بهذا الوسواس مع أنني محافظة على الصلوات، ولهذا أشعر بالكآبة والضيق، وأحس أن الله لن يتقبل مني أعمالي الصالحة. وعندها تركت كثيرا من النوافل مثل صلاة الليل وصلاة الضحى، وفي بعض الأحيان أصلي حتى السنن الرواتب، وفي بعض الأحيان لا أصلي حتى السنن الرواتب، مع أنني في السابق شديدة المحافظة عليها. هل معنى هذا أن الله لن يرضى عني ولن يتقبل مني أعمالي في السابق؟ أرجو منكم الرد على هذا السؤال بالإجابة الكافية الشافية، حفظكم الله. الوسواس من الشيطان، على الإنسان أن يستعيذ بالله من الشيطان، وكذلك عليه أن لا يلتفت لهذا الوسواس ولا يهتم به، بل يرفضه رفضا تاما. وكذلك عليه أن لا يتحدث به بما وسوست به نفسه، بل يرفض الكلام فيه. فإذا عمل بهذه الأمور لم يضره هذا الوسواس، وسيذهب عنه بإذن الله. وعليك بالمداومة على ذكر الله وعلى الأعمال الصالحة وعلى قيام الليل، وسيذهب عنك هذا بإذن الله. وما دمت لا تتكلمين بهذه الشكوك التي تقولين إنها قد تكون في أمور العقيدة، ما دمت لا تتكلمين بهذا فإنها لا تضرك.